استنكرت عائلة بوردح المحاولة القطرية للإساءة لمملكة البحرين من خلال المساس بسيادتها وأمنها واستقرارها من خلال التوظيف الفاشل لقناة الجزيرة في بث الأكاذيب والبيانات المضللة. وأكدت العائلة وقوفها مع شعب البحرين خلف قيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، مجددة ولاءها المطلق وتأييدها الثابت، وشددت على التزامها بواجبها الوطني في الدفاع عن البحرين وسيادتها وأمنها واستقرارها ومكتسباتها.